ليش اخو تمام ابوي انت؟ تمام انت القيل تصير فيها عشان احنا مسكنا اياها تمام؟ يا سيدي هذول اليهود اول ما اجوا جابهم من الانكليز وعد بلفور اسمه وعد بلفور وبقى موعد اليهود ان اخذ فلسطين يعطيها لهم وعد بلفور بقولوا له وعد بلفور انكليزي اجي اليهود علينا صاروا ايش يعملوا اليهود بعيد عنك يا يلاقوا المرة شكوا قلبها يجوا يلاقوا الزلمة يقتلوه والله يلاقوا الختيار اللي زيي فهان اسمه واحد اسمه الشيخ سلطان ختيار اكبر مني حتى قتلوه في البحر ورموه واحد قتلوه كمان الهنداوي اسمه ختيار وبقى الدنيا جوع الناس جعانه صار يطشوا رحلت الناس كلهم وين على غزه وعلى اول ما رحلوا اليهود اول ما جوا يلموا الشباب ويخلوا المختار يلمهم مختار العرب يعني ويوقفوهم على الحيطان ويعدموهم بعدين صاروا ايش يعملوا اليهود يعدموهم صاروا اليهود يجوا على الدار ينسفوها يطبعوها يحوموا في البلد الدار المليحه يطبعوها للنسب وانا من الجمله نسبوا داري الي 20 معناه دلمين بكرة الرحن كان محوش حي الوزورة أخذوهن اليهود من حدها وإلي كمان أرض في الشريعة عن واحد من واحد اسنادهن معي كلهن وين راحوا؟ راحوا شي على الأردن يروحوا على ما على عمان وشي على وين مكان يروحوا يطشوا يهجوا ما راحوش إلا لما اليهود صارت تذبحهم وتنسف دورهم وتلاقي السيارات تذبح اللي فيها وتشك المرأة من كلبها في كلبها ويطلع الولاد منها وذبحوا ثلاث كلوبة ايش بحهم والله ما ان كان له جمل صاحبه ولا حمار الله يعزك ولا فرس يركب عليه ايش يجيب ايش بدي يجيب ولا يجيب ولا هو يصح له يجيب اليهودي يحسسوه اللي يلاقوه معه يحط راسه عليه ويذبحه ذبح الغنم ما تذبح الغنم والله واجوا علينا انا على غزه قعدناهم أنا قعدت في الدور عندي ناس من بيت دراس اسمه واحد مسرح الصلاح وواحد من بربرة اسمه أبو حمدون عيال هذي وقعدتهم عندي لما الإنكليز أعطتهم أمر يهربوا
اللي طاب اللي بكى طيب هرب واللي بقى ما اصبر. انت البركه يا حاج. الله يبارك لك. ناس البركه. وشكرا على حفظ الدار.